بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد رئيس قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن الجزر بالقيروان الدكتور نجاح بن حليمة بأن ولاية القيروان تحتل المرتبة الرابعة وطنيا في عملية القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية، وأضاف خلال المؤتمر الأول لأمراض القسطرة القلبية وطب القلب التدخلي الذي انتظم أمس بالقيروان أن الجهة توعد في المراتب الأولى في نسب الإصابة بأمراض القلب خاصة منها الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية عفى الله الجميع. وأوضح أنه بحسب الإحصائيات التي أجرتها الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين خلال سنة 2016 فإن القيروان كانت تحتل المرتبة السادسة لكنها أصبحت تحتل المرتبة الرابعة على مستوى عمليات القسطرة الاستعجالية للجلطة القلبية حسب آخر إحصائيات أجرتها الجمعية. أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين أمس عقب اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي برقية هدد فيها إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط بالبورما سيتاب بدعوة منظوريه في حقل البورما إلى الإضراب عن العمل كامل الأيام 22 و23 و24 من مارس الحالي دفاعا على مطالبهم التي وصفها بالمشروعة. وأوضح الاتحاد الجهوي للشغل أن هذا القرار جاء نتيجة ما آلت إليه الأوضاع بحظيرة السيتاب بحقل البورما وإزاء الوضع الكارثي بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بظروف العمل، من ذلك غياب أدوات العمل والتجهيزات والصحة والسلامة المهنية والإعاشة والتموين في الجلسات المتتالية التي عقدت ولم تفعل حسب ما جاء في برقية التنبيه بالإضراب. في أخبارنا الدولية، لقي المئات من الجنود الأوكرانيين والروس مصرعهم خلال ساعات 24 ساعة الماضية في معركة السيطرة على باخموت حسب ما أعلنت كل من كييف وموسكو أمس السبت. وفيما يعترف كل جانب بتعرضه لمعاناة وخسائر كبيرة بالمدينة الواقعة شرق دونيتسك وشبه المهجورة والتي باتت موقعا لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في هذه الحرب، يصعب التحقق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فام، لكم أجمل تحياتهم حمدي في أمان الله.